السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الأحبة الكرام، من خلال استقرائنا لمشاكل الناس ومن خلال ما يمر على الإمام في مسجده أو ما نسمعه في الإعلام ووسائل الإعلام عن هذه المشاكل في بيوت الناس، في تعاملاتهم، هذه المظالم التي أخذت تتسع، هذا العنف الحقيقي الذي يعني لم يكن موروث لنا لا في عرفنا الاجتماعي ولا في شرعنا الحنيف، نجد أن المفصل في هذه المسائل أو المقاتل التي أدت في البيوت إلى ما آلت إليه وإلى المجتمع، مقاتل إن صحت يعني تسميتها، نقف على ما يسعفنا به الوقت من هذه المقاتل التي تأتي على علاقاتنا الاجتماعية وتضعف الثوابت والمحبة في البيت وفي سواء على مستوى العائلة والرحم أو دائرة الإنسان التي يعيش فيها. خلق الأنانية، هذه الأنا أخواني أحبتي إذا أصبحت منتفخة وتتسع يصبح الإنسان إنساناً ملولاً، إنساناً لا يتقبل لأنه لا يرى إلا نفسه، وهذه حقيقة يعني يبغضها القرآن الكريم وحذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو خلق إبليس عليه لعنة الله حين قال أنا خير منه، فابتعدوا من هذه الأنانية المفرطة، من هذا التضخم في شخصية الإنسان على حساب آراء من معه، على حساب من في البيت. أيضا هناك يعني مقتل آخر وهو المقارنة، يعني الإنسان مقدر له أرزاقه، ما عليه إلا أن يقتنع، فأنت أيها الإنسان جميل بما أتاك الله عز وجل فخذ ما أتيتك، يقول الحق جل وعلا وكن من الشاكرين. القناعة هذه تمنعك أن تنظر إلى بيت جيرانك أو إلى متاعه أو إلى ماله أو إلى وظيفته، لأن المقارنة هي التي تدفع على الحسد وتورث القلب، ثم يكون الغلة والحقد. هذه حقيقة مفصلية في علاقاتنا مع الناس. أيضا مسألة اللوم، يعني هناك ممكن خلال حياتنا الإنسان يعيش تفاصيل يومه في البيت، في الشارع، في الدوام، يجد أن هناك من يخطئ بحقه. هذا اللوم أيها الكرام يكون لمصلحة، ممكن أنا أخطأ ابني أو زوجتي أو أحد يعني لي عليه ولاية، لي معه نصيحة، تكفي النصيحة، أما لا أكون شخصا لواما يعني أذكره دائما بخطئه. بالذات إخواني يعني أحذر في البيوت، هذه مشكلة حقيقة تضعف العلاقة بين الأسرة إذا علموا أن هذا الشخص كثير اللوم. الصفة القريبة من اللوم أن تكون إنسانا يعيش في الماضي، يعيش مع مشاكل الماضي الذي مرت به في السنين القريبة أم في البعيدة، يحاول أن لا يطوي صفحة الماضي، وعند العقلاء الماضي يطوى ولا يروى. السعيد هو من عاش يوم بدون هم. ممكن أنه أنت تعيش مع الماضي بهمومي بمشاكله، لا تحاول أن تطوي صفحة فيها مظلمة لمشخص عليك، وأيضا بالمقابل تفكر باليوم الذي لا تدري ما مخبأ لك فيه، تفكر كثيرا بالمستقبل، وأنت بين الماضي وبين الحاضر وهموم يومك أين تجد الراحة والسعادة؟ حتى الصيام لا ينفعك. لذلك الماضي في حياتك أطويه أيها الكريم، لا ترويه، بل هناك من يعيد مشكلة حدثت له مع رحم أو مع جار أو مع آخر، فيورث هذا المرض لأولاده، يعلمهم الغيبة، يذكر ممكن شخص قريب منهم بسوء لأنه قصر معه في تلك السنة. أيها الإخوة الكرام، لنترك الماضي فهو لا يروى، إلا ما كان منه جميلا على باب الحث وإلا على باب
التذكير. هذه ممكن حقيقة حصرها يعني إذا وقفنا عندها، أن نترك الأنانية، أن نترك المقارنة مع الآخرين، أن نترك اللوم، وأن لا نعيش في الماضي دائما، يعني حتى نصير يعني نكوصيين دائما، يعني نعيش مع الماضي بآلامه. هذا كله حقيقة يضعف من العلاقة بين الإنسان وبين من هم بمعيته ومن هم بمحيطه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق، وأن يرزقنا السعادة والمحبة لمن نعيش بينهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.